الاهلي في كل مكان. معايا اثنين من نجوم النادي الاهلي، مبارك طبعا من النادي الاهلي طبعا على هذه المباراه، مباراه صعبه، محمد شريف واحمد الشيخ. محمد شريف في البدايه مباراه صعبه، قلنا ظروف محيطه كتير جدا حوالين الفرقه، اصابات وغيابات ولاعيبه في المنتخب، لكن عندنا ثقه كبيره فيكم على قدر المسؤوليه، حققتوا فوز مهم في بطوله الكاس. حابب تقول لي على المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بمس على كابتن سيد. والله كان ماتش صعب، انت عارف ماتشات الكاس دايما بتبقى معربه، فالحمد لله قدرنا نكسب رغم صعوبه المباراه. انت عارف طبعا زي ما قلت لك ماتشات الكاس بتبقى فيها صعوبه كبيره، فالحمد لله قدرنا نصعد وده المطلوب يعني الفتره دي. ونركز ان شاء الله على الماتشات الجايه في افريقيا باذن الله. مستر باتريس وكل اللعيبه قالت ايه قبل المباراه؟ كنتوا مركزين ازاي؟ زي ما قلنا الظروف كانت صعبه جدا قبل المباراه دي يا محمد. لا، مستر باتريس كان عنده ثقه في جميع اللعيبه، ما تاثرناش بالاصابات، ادانا الثقه الموجود ادى الحمد لله، وده اللي كان مطلوب يعني من في الماتش، يعني اهم حاجه نصعد، وهو ده اللي طلبه المستر باتريس يعني. احنا على الهدفين بيبقى ليك اداء مميز كمان يا محمد، بنشوف التدريبات وبنتابع، عندك اصرار كبير، ويمكن انت طلع عليك لقب البديل الهداف، لكن احنا بنقول ان محمد شريف هو لاعب هداف وليس لاعب بديل. الحمد لله، والله الاهداف دي رزق من عند ربنا، فالواحد بيجتهد وبيعمل عليه بيموت نفسه، فربنا الحمد لله بيكرم الواحد يعني بالاهداف دي الحمد لله. المهم المكسب يعني، مش مهم الاهداف الحمد لله. قول لي، بتشوف مباراه فاق سطيف ازاي؟ المباراه تبقى في سطيف، حضور جماهيري هيبقى كبير جدا، بتشوف المباراه دي ازاي؟ وبتشوف فرص النادي الاهلي ان شاء الله في الحصول على بطوله افريقيه ازاي؟ لا، هو مفيش ماتش سهل، فكل ماتشات صعبه، حتى ديك شفت النهارده مع احترام نادي الاتحاد درجه ثانيه، مباراة كانت صعبة وصعدنا بالعافية، فكل الماتشات بالنسبة لنا تبقى صعبة، واحنا بنركز في كل مباراة وان شاء الله نقدر نصعد ان شاء الله في الجزائر باذن الله. ما تقولش عليك، مساندة الجمهور مطلوبة، الجمهور يمكن عدد قليل بيكون متواجد، لكن عندنا ثقة كبيرة في الجمهور خلال المباراة اللي جاية. رسالتك ايه للجمهور وحابب تقول للجمهور يا محمد؟ انا بتمنى ان هم يرجعوا تاني يملوا المدرجات، بيدوا دفع علينا في الملعب، بيأثروا معانا حتى لو احنا مثلا مش فايقين في ماتش، بدونا دافع بيخلونا نلعب، فبتمنى وجودهم ان شاء الله يعني الفترة اللي جاية. حبيبي.